الحرب وإن توقفت ميدانيا بين الحكومة الأثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، لم يتوقف نزيفها النفسي المرتبط بالاعتداءات والعنف خاصة تجاه النساء. السلطات لا تزال غير قادرة على اتخاذ أي إجراءات لمحاسبة المرتكبين. هناك العديد من الانتهاكات حدثت، فقد تم استهداف النساء والأطفال جراء الصراع، وقمنا بعمل تحقيق مشترك لمثل هذه الانتهاكات التي يمكن أن تعتبر جرائم حرب. الكثير من العمل ما يزال جاريا، لكننا لم نتمكن بعد من التحقق من الأرقام الخاصة بهذه الانتهاكات. لجان التحقيق التي شكلتها الحكومة ولجنة حقوق الإنسان أجرت العديد من التحقيقات المشتركة ميدانيا وقابلت بعض ضحايا العنف. انتهاكات عنف خطيرة تمت من قبل الأطراف، وهناك تقارير تم الاطلاع عليها تتعلق بذلك. ما نحاول القيام به هو دعم الحكومة الأثيوبية لاتخاذ التدابير الخاصة بمحاسبة من ارتكبوا تلك الأعمال. وأعلنت السلطات في كثير من التصريحات أنها بصدد محاسبة من يثبت طلوعه في ارتكاب مثل هذه الجرائم والانتهاكات. لا يزال المشوار بعيدا لمقاضاة المسؤولين عن أعمال العنف والانتهاكات الإنسانية، وخاصة أن الحرب لم تضع أوزارها بعد. جابر منصور، سكاي نيوز عربية، أديس أبابا.